أحبتي الصغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب واحد الكلمات العربية للمستوى الرابع ابتدائي. إذن أحبتي اليوم لدينا التطبيقات الكتابية، إذن الأسبوع الأول، إذن الوحدة الثانية، الحياة الثقافية والفنية. جميل، إذن على بركة الله لنقرأ النص. إذن نعدنا، أقرأ النص قراءة صامتة ثم أكمل ضبطه بشكل التام، ياك؟ إذن عدنا. القراءة فن يكتسب بالتدرب والتمرن، ورب قارئ لم يخرج من كتاب إلا بعنوانه. أما القراءة بمعناها الصحيح فهي أن تكون حوارا صامتا بينك وبين ما تطالعه. صور لنفسك أن الكتاب الذي بين يديك هو إنسان يحدثك بما يرى، فلا بد من أن تنصت وتحسن الإنصات. اقرأ وناقش ما قرأته ثم طبق ما قرأته لترتقي في الحياة. إذن ندير الشكل ديال القراءة فن، كذلك هو إنسان. جميل، إذن بهذا الشكل إذن قمنا بتشكيل القراءة فن ثم هو إنسان. جميل، إذا دابا غادي نمشيو لأسئلة الفهم. إذا نسأل واحد، إذا ما المقصود بالقراءة الصحيحة؟ إذا هنا عندنا الكاتب زكي نجيب محمود قال لنا القراءة، أما القراءة بمعناها الصحيح فهي أن تكون حوارا صامتا بينك وبين المطالع. إذا هذه هي القراءة الصحيحة، أن تكون حوارا صامتا بينك وبين ما تطالعه. إذن بهذا الشكل، إذن القراءة الصحيحة هي أن تكون حوارا صامتا بينك وبين ما تطالعه. أعيد، القراءة الصحيحة هي أن تكون حوارا صامتا بينك وبين ما تطالعه. جميل، إذن بهذا الشكل عندنا اسم، عفوا نقرأ السؤال أولا. عندنا السؤال الأول، إذا في صرف التحويل، استخرج من النص مثال لكل نوع اسم مذكر واسم مؤنث. جميل، إذا عندنا هنا الاسم المذكر، هنا عندنا كتاب. الاسم مؤنث عندنا القراءة، إذا هذا كتاب، هذه قراءة. جميل، دابا عندنا السؤال الموالي، وحول الجملة التالية إلى المؤنث. القارئ الجيد هو الذي يحاور كتابه، إذا هذا مذكر، إذا حولوه المؤنث نقولوا القارئة الجيدة هي التي تحاور كتابها. إذا بهذا الشكل يمكن نقولوا القارئة الجيدة هي التي تحاور كتابها. أعيد، القارئة الجيدة هي التي تحاور كتابها. جميل، إذا جميل، إذا عندنا السؤال الأول في التركيب، استخرج من النص جملة اسمية. إذا في النص غني بجمل اسمية، مثلا أنا اخترت لكم هذه الجملة. عندنا الفن، إذا اخترت لكم الفن، عفوا القراءة فن، إذا هذه جملة، إذا القراءة مبتدأ، فن خبر، القراءة مبتدأ مرفوع، فن خبر مرفوع، إذا هذه جملة اسمية. جميل، إذا دابا نشوفو السؤال الموالي. إذا عندنا أنشئ جملة اسمية كما في المثال. إذا أنشئ جملة اسمية كما في المثال، عندنا هنا الجملة الأولى عندنا حسن الإنصات، إذا درنا حولناها ودرنا الإنصات حسن، الإنصات حسن. هنا عندنا قدم جامعة القرويين، إذا يمكننا نقولو جامعة القرويين قديمة. هنا عندنا تنوع الكتب، إذا كنا نقولوا الكتب متنوعة. هنا عندنا اكتشاف الكتابة، كنا نقولوا الكتابة مكتشفة. إذا بهذا الشكل هذا عندنا قدم جامعة القرويين، إذا حولناها ودرنا جامعة القرويين قديمة. ونعدنا تنوع الكتب، حولناها ودرنا فيها الكتب متنوعة. جميل، هنا عندنا اكتشاف الكتابة، إذا حولناها وعطتنا الكتابة مكتشفة. جميل، إذا دابا عندنا السؤال الموالي، وألف من الكلمات التالية جملتين اسميتين مختلفتي التركيب. هنا عندنا المكتبة، في يقرأ القارئ، إذا الجملة الأولى كنا نقولوا القارئ في المكتبة، إذا كنا نقولوا القارئ
في المكتبة. الجملة الثانية يمكن نقوله القارئ يقرأ في المكتبة. إذا جميل، بهذا الشكل هذا يمكن نقول القارئ في المكتبة، وكذلك يمكن نقول القارئ يقرأ في المكتبة. جميل. دابا غادي نمشيو ل الإملاء. إذا عندنا هنا الإملاء، إذا آتي بفعل مخطوم بتاء مبسوطة ثم أعطي منه الأفعال المخطومة بتاءات مبسوطة زائدة. مثلا عندنا ثبت، فتاءه أصلية، أخذت تاء زائدة، كتبت تاء زائدة، إلى غير ذلك. مثلا صغار يمكن نقولوا عندنا هنا ثبت، فتاءه أصلية، يمكن نديرو أخذت أو أخذت فتاءه زائدة حيت إلا حيدناها ولا عندنا فعل أخذ ياك وما غاديش يتغير المعنى ديالو. هنا عندنا كتبت أو كتبت فتاءه أيضا زائدة، التاء هذه زائدة وهاد التاء زائدة، لكن هاد التاء أصلية. جميل. إذا أحبتي، إذا الآن نمر إلى الإنتاج. إذا أعبر عن كتاب أعجبني بجملة فعلية واسمية ثم أربط بينهما لأكون فقرة. إذا كل واحد فيكم غيكون قرا شي قصة أو شي كتاب أو شي مجلة أو شي حاجة، يمكن لي يكتب داك الشيء، يعني يذكر داك الكتاب هذاك. أنا مثلا قريت كتاب كليلة ودمنة، إذا كتبت عليه كتاب كليلة ودمنة أو كليلة ودمنة كتاب رائع قرأته وأعجبني كل القصص المذكورة، أعجبتني عفوا كل القصص المذكورة فيه. إذا عندنا كتاب كليلة ودمنة كتاب رائع، هذا جملة اسمية. إذا قرأته، إذا هذه فعلية، وأعجبني كذلك فعلية، إذا وأعجبتني عفوا كل القصص المذكورة فيه. إذا جميل. إذا أحبتي الصغار بهكا كنكون وصلنا إلى الحصة ديال اليوم، نتلقاو إن شاء الله في الحصة المجية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.